الله. زيد زوج ثلاثة. اوه يا 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 تبارك الله. ها الخيرات تبارك الله ديال التوت ما شاء الله. بلادنا معروفة تبارك الله بالخيرات. وها المزاح ديال زكزل برومية تبارك الله. خيرات الله موجودة. ها الدليع الله يبارك. اسمع اسمع ما شاء الله. السكوم هالببوش ودائما المغرب العز طريق السعيدية انوار. الا كنت عزيز عليك تبع لي الدليع اخويا انوار. مرحبا اخويا. ليش هي اللي جات؟ يلا بسم الله. ايها هو الموس بسم الله. هذيك مزيانه قالك بدا بلي من هي هذه الاولى. يلا روح اخويا انوار روح روح. صلاه وسلام على رسول الله. بسم الله بسم الله على بركه الله. واحد المشرطه ويستنى هذه ياكل ياكل. زوج ثلاثه. اوه يا 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 تبارك الله. الله يلا اسيدي اختيار موفق تبارك الله. المليح المليح حاجه مزيانه. شوف شوف الماء تبارك الله راه تكثر. يا سلام ما شاء الله. وتا الحب ما فيهاش. ما بان لي الزريعه ما فيهاش. هاد النوع بوحدو ولا؟ يمكن يقدر يكون شي نوع جديد هذا. الزريعه بان لي. فين الماكله الحلاوه؟ فيها خمسه ديال الزريعات منها وخمسه منها. غادي ناكلو ونشوف. ها هي راه شوف شوف تعرف واش دير؟ راه هذاك النص. صافي. انوار الله يعاون. زينه تاكل هذاك ولا ناكل هاك الموس. الله يحفظك. خلي شوف خلي هذا هنايا الشانتيو باش الناس تجي تشري. او الدليع 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 ما بقاش ما بقاش ما بقاش. هيا الدليع 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 ما بقاش. بس السلام عليكم. لك شي ما شاء الله. بسم الله. عليكم السلام ورحمه الله. لا قص خويا الجوده كاينه تبارك الله. الحلاوه والجوده ما تهضرناش عبد اللطيف حلوه. خلينا نكملوا. اللي بغى الدليع يجي عند خويا انور. ها هو ها ديها وانت مغمض العينين. اه صحيح. خممش. بسم الله كاين المعنى خيرات. بسم الله بسم الله بسم الله. اش من المنطقه هذا؟ هذا منطقه ديال زكزل. اه تحياتي الناس زكزل ناس حمداوه. ها انت تشوف اخويا شاف شاف الخيرات الله سبحانه وتعالى. الحلاوه الحلاوه داكشي ما شاء الله تبارك الله. شوف الخيرات الله. شوف 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 الخيرات. شوف توت 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 يا اخويا. شوف شوف الخيرات الله ما شاء الله. فين راه وصل المزاح الكيلو؟ المزاح اخويا عبد اللطيف كاين شي اربعه ديال النواع مهم على حسب الكاليبر والكاليتي مهم. هذا البريمير هذا داير 18 درهم. 18 درهم زيد. 18 درهم. وغادي نشوفوا هذا الكاليتيات اخرى اللي غتوصلهم. نشوفوا التوت شحال ديال الكيلو؟ التوت داير 25 درهم الكيلو. 25 درهم الكيلو تبارك الله. ولكن اخويا الحلاوه الشبكه بشحال دير؟ الشبكه كاينه انت 15 درهم وكاينه 20 درهم. وهذا؟ هذيك السويله شحال دير؟ 10 درهم الكيلو. 10 درهم واللي بان لي تبارك الله الريحه ديالها راها عاطيه من المريس من ناحيه المريس. وهذا كان طالو تبارك الله تا هو عنده المذاق ديالو خاص عاود. شحال؟ تا هو 10 درهم. 10 درهم الحبه ولا الكيلو؟ تقريبا الحبه راه تجيب قلب كيلو. ياك كاين اللي كيبيع بالحبه 10 درهم الحبه راه كتجيب قلب كيلو. تبارك الله. 800 غرام 900 غرام. الله يبارك الله يبارك. والدليع اخويا شوف 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 اسمع اسمع. شكون شكون؟ اه شكون؟ عبد اللطيف. الثمن ديالو راه مزيان؟ الثمن اخويا عبد اللطيف راه دابا في 10 دراهم. 10 دراهم. عود شويه راه كاين. ولكن ما تخافش به دابا كاين حاجه مزيانه. والحلاوه. الحلاوه والماكله تبارك الله. البرتقاله دائما حاضر. الحلاوه اخويا المسكه المسكه تبارك الله. شحال راه شحال وصل؟ طالع شويه في الثمن. شحال كاع؟ راه داير 9 دراهم. تبارك الله 9 دراهم وفي المنطقه ديال البركان 9 دراهم تبارك الله. راه غالي شويه بالجمله ولكن حاجه يعني حاجه كاين الحاجه قلب الثمن اخويا. هذيك الجمعه الطعام ولا شوف 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 داك الشيء تبارك الله. يا سلام التفاح الحمر كي درت ليه ولا اخويا ضروري داك الشيء ناضي تبارك الله يبارك. الله يبارك الله يبارك. زوق الطابله. شحال هي اللي قلنا 15 درهم؟ 15 درهم واو كاينه هذه 20 درهم
تبارك الله. هذا شوف الخيرات الله سبحانه وتعالى. هذا قلت لي شحال؟ هذا هو البريمير، هذا داير 25 درهم الكيلو. شحال فيها كيلو؟ كتجيب جوج ونص ثلاثه، كل وحده شحال كتجيب؟ يعني هذه البرو راس السوق ياك، حاجه مزيانه. حاجه مزيانه ما شاء الله. وهذا كاين هذا عاود موين شويه، داير 15 درهم. 15 درهم 15 درهم هذه فيها كيلو. او يا 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 ريد ريد، شفت واحد الحاجه زوينه تبارك الله. الزرق طونه. ارواح تشوف، ارواح ارواح ارواح. شوف 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 شوف. اي 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 شوف 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 السكون تبارك الله. شوف واش هذا؟ مين جبت هذا الشيء؟ السكون غير ديال المنطقه هذه تاتشير. واه شوف كيجي مع البيض. ديال البيض البلدي، ركز على البيض البلدي. البيض البلدي ما كانش البيض البلدي ما كان تبارك الله. هذه بشحال دابا كي هذه؟ هذيك دايره 20 درهم. خمس تبارك الله. خمسه ديال الرباط. والله الا راك تهلا في الناس اخويا. وكاينه واحد الربطه اخرى عاود صغيره شويه. هذه دايره 8 درهم. 8 درهم كبيره، ولكن الاخرى احسن، عجبتني الاخرى احسن. وما نساوش الببوش. شوف كي سميتو هذا؟ هذه الزرقطونه. كاينه هذه البقري. بقري شحال هذه دوكي؟ هذا هذا داير 40 درهم الكيلو. 40 درهم الكيلو، راه صايم رقل ياك. صايم غير دي طيب هذا. ديرو في القدره و... في القدره ولا شوف كاينين ليها. تبارك الله. طيب. راني شفت واحد الحاجه اخرى هنايا عندك اخويا، راه عندك الكاليتي. الكاليتي شوف. عجب عجب. شوف. هذا راه حنا عاد هذا 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 راه سميتو البوكران. البوكران ولكن ثقيل اخويا، حاجه مزيانه. راه صايم، هذا راه صايم واحد الشهر ونص هكا. تبارك الله. غادي نقيو عاد نديرو في الشبكه عاد نديرو ليه. لازم هذا بشحال في الوصل الثمن ديالو؟ 40 درهم حتى هو. اسمع اسمع. تبارك الله. والعموريه. ملي كنلقطو هذا؟ هذا حتى هو غير من في ديال 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 الجنانات التشين وكاين ياك. تبارك الله. الله يبارك سيدي بالتوفيق. الله يسخر. فين الهندية؟ ها هي. هكذاك. هذه الهنديه راك دايرها هنايا؟ الهنديه ورانا نستناوها تولد. ايوا من دير شي حبات عيط لها. قريبه قريبه الهنديه. الله يبارك. شوف شوف خصنا ضروري نطبعوا شي دلاع اخويا. شوف شوف لنا اخويا انوار هذه بشحال تجي؟ بشحال تجيب هذه؟ نمشيو نشوفوا. صلاة وسلام على رسول الله الى سيدنا محمد. الله مع الجال علي. الله 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 الله. شحال جات؟ 10 كيلو و300. 10 كيلو و300 تبارك الله. قولوا 400. ما شاء الله. شحال درك هذه؟ شحال جات ديال الفلوس هذه؟ هذه اموال متسرعرعه هنا. يا سلام. هي غير سونطروا، جابت غير سونطروا. 100 درهم؟ اللي عنده سونطروا يجي نبدلوا به. 103 درهم. 103 درهم. تبارك الله. الله يلاه. نحسبوا لهم غير 100 درهم. هاي نقولوا لهم 3 درهم ونص. يلا شكون لك؟ شكون قال؟ شكون قال؟ يلا مشاو ردوها. ها هي الشجره ديال التوت، ها هي راها تبارك الله والده دايره جوج ديال الحبات. ما تيشا فين راه واصله كاع؟ ما تيشا 6 درهم. راه يبان لي استقرت في 100 120 تبارك الله. الله يبارك. فلفله 10 درهم. تا 10 درهم؟ احسن ماكله وهي مطيشه والفلفله. يا الله يلاه. نديروها درك. الحلاوه ديال بصح. درك ندبروا درك المقلاه. بصلاه هي. كون قلت لها صافي نجيب المقله معايا ونديرها. كاين المقله، كاين كل شيء. الطاجين ها هو. الطاجين. خصنا نديروا شي طاجين انا وياك يكون. وهي وهي. وهذاك. ها هو فاش غادي ناكل. ديال الطعام هذا. شكون كاين؟ بغيت ندير الفلوس، بغيت. اللي بغى يجمع الفلوس. ودي واش الدراهم يتجمعوا؟ ما يتجمعوش. ديها وحده. ما فيهاش شويه الفلوس. نديها لولدي ياك. ديها لولدي. كنتواجدوا الان. الطريق ديال السعيديه كما كتلاحظوا، الطريق السعيديه راه تبارك الله راه خدموها. يلا كيكملوها بالتزفيت كما كتشوفوا ما شاء الله. انتم تلاحظوا بالنسبه للطريق ديال السعيديه راه كامله. تبارك الله عليك، الله يحفظك. عواش مبروكه. الله يبارك. انتم شوفوا الطريق ديال السعيديه تبارك الله راه يلا كملوها ما شاء الله. بغينا نشوفوا المنتوجات اللي كتباع هنايا على الطريق السعيدية. انتم تشوفوا الدليع الطرق ديال السعيدية. الله كيكملوا لها كودرون تزفيت تبارك الله جديدة. شوف 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 الطرق تبارك الله كي دايرة ما شاء الله. طرق تدي وتجيب جديدة تبارك الله. يلا كملوا لها تزفيت كما كتلاحظوا. بالنسبة لهذا النهار هذا راه مشمش ايام العيد ما شاء الله. شوف دعوة كي دايره تبارك الله. النقطة الفاصلة ما بين الحدود المغربية والجزائرية. بين الجراف، بين الجراف هاد المنطقة اللي كتشوفوا فيها الآن هي الجزائر. الجزائر
زوميكم شوية على الجزائر واحد شوف. هاي الجزائر. هاي الجزائر. هذيك الطريق اللي راه لهيه تاع الجزائر كيفوتوا بها، هذيك الطريق راه لهيه تاع القودرون. وكاين تما واحد الخندق راح حفروه تما، حفروه باش منعوا من منعوا التهريب وداك الشيء ديال الاخر. وكراهي يبان التراب ديالو، يبان التراب ديالو. يلا اخوتي بارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري، وان شاء الله خليكم معنا. ان شاء الله غادي نمشيو للسعيديه ونشوفوا الدعوه كي دايره. هذه مده ما مشيناش للسعيديه، تقريبا واحد 20 يوم ولا، كنت جيت هنايا في رمضان كانت دعوه خاويه، بصح اليوم ما عرفناش واش الدعوه عامره ولا خاويه. غادي نمشيو ان شاء الله للسعيديه باش نشوفوا الدعوه كي دايره. وتحياتي لكم اخوتي، نهاركم مبروك ومع السلامه.